يعني السيد الحلبوسي في آخر اجتماع مع الإطار يعني تكلم وانفتح وقال أنا لا غير متمسك بمنصب رئاسة البرلمان، زين. لكن نحن أسسنا العملية السياسية للحرس القديم يعني في 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 هذه الجلسة. العملية السياسية تأسست وفق توافق وفق شراكة وفق تقسيمات، زين. أخذوا من عندي وزارة التجارة ووزارة الدفاع والتربية. إذا كان السيد مثنى السامرائي تربية أو الدفاع تجارة، ايه؟ والدفاع والش اسمه والتربية والتربية، ايه؟ إذا كان مثنى السامرائي يرغب بمنصب رئيس البرلمان فليأخذه في قبالة أنه يرجع لي الوزارة التي اتفقنا عليها وأصبحت من حصتي في قبالة رئاسة البرلمان. وإذا كان السيد الخنجر يريد هذه هذا المنصب فليأخذه ويعطيني التجارة في نفس الاتفاق التي تم إعطاء هذه الوزارة لسيد خميس الخنجر. والإطار التنسيقي استمع واقتنع بهذه الطروحات وقال لهم انا غير متمسك. قلت شنو ذو قاعدين معرض سيارات شنو يعني وزارات وزارات من يعني هذا التقسيم. هو يتكلم مع قاده الخنجر وهذا قاده استاذ محمد، هو يتكلم مع شخصيه سياسيه قامت بنفس الفعل. طبعا قامت بنفس الفعل، هي هم ايضا قسمت الوزارات، صحيح. ما بين نبني وما بين الكتل الاخرى، فهو يتكلم مع اشخاص هو من داخل عملية سياسية وليس من خارج عملية سياسية. انا اللي فهمته بالتالي، نعم انا اللي فهمته انه هاي التقسيمة وموافقين عليها هسه مثنى السامراء، مثنى السامراء ما موافق على التربية، هذا اللي فهمته. بس منطينا التجارة، قالوا نرجع لك التجارة ونرجع، وايضا نعطيك صندوق اعمار المناطق المحررة، وعلى قولة واحد من عندهم يقول هذا اقوى. لا لا ما موافقين، ما موافقين، ما موافقين ابدا. من الموافق؟ لو موافقين كان مضت العملية السياسية. من اللي ما موافق؟ ما موافقين هم العزم والسيادة، ما موافقين. يعني خميس ومثنى السامراء، نعم، ما موافقين على هذا الرأي، لأنه في نفس الجلسة تم الاتصال بالأخ مثنى السامرائي وبالأخ سالم العيساوي، وأعتقد خميس الخنجر ما أعرف حضر أو ما حضر. حضر مثنى حضر. خميس حضر، نعم، وتم طرح الموضوع عليهم ولم يأخذوا جواب الإطار التنسيق. لم يأخذوا. لماذا الإطار التنسيق؟ إطار التنسيق اليوم مقتنع قناعة كاملة أنه الحلبوسي يقدم هذه التنازلات لكن الطرف الآخر لن يقدمها، وهم يراهنون على أنه يمضون إلى جلسة لمجلس النواب ويعاد كرة انتخاب سالم العيساوي، وهذا لن يحدث نهائياً.